من الوصول إلى مركز التلقيح وإلى غاية تلقي جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مدة زمنية تتطلب من الأشخاص البالغين أكثر من 75 عاماً ذوي الأولوية في التلقيح المكوث في المركز والانتظار، فترة انتظار تقبلها البعض منهم واعتبرها عادية، فيما اشتكى البعض الآخر من طولها. اليوم جبت الوالدة باش تلقح، توا عنا نص ساعة من اللي جينا انتظار، باش نقول لك نعرف خالتي جات عندها جمعتين، استنيت ثلاث سوايع ونص. أنا جبت الوالدة باش نلقح للوالدة، وعطاونا النمر ومازلنا نستناو، عندي جي ساعة تويك. ناس كبار زاد برشا، ناس كبار مزامة مساك، وساعة ساعة هكا يعيطوا عليهم هكا. ايش يعمل الواحد بلاش ايش يعمل؟ كي نام حتى في اوروبا في فرنسا في ستاد دو فرونس معناها دي كو انوم، دونك لازم شويه هكاك، سي با غراف مش مشكله، معناها ساعه من زمان مش مشكله بكل. بعثولي انا يعني باش جاي ما ثلاثة ونص، الحمد لله جيت قبل خاطر انا والمراه نتاعي، ايوا انا عملت الفاكسان عندي نص ساعة مش برشا، لا مش برشا، عندي تو نص ساعة ساعة غير بعض، وهني تو باش نلقح. أما الحقيقة ساعدوا فينا احنا ناس كبار. الإطار الطبي القائم على سير عملية التلقيح اعتبر أن طول فترة انتظار المسنين قبل تلقي جرعة اللقاح ناتج عن عدم التزام العديد من المواطنين بالمواعيد المحددة في الاستدعاء الموجه لهم من قبل وزارة الصحة. خسارة فما ما يحترموش الوقت اللي عطيناه لهم، حددناه لهم في الإرسالية، مثلا يقولوا يجي 9 ما يجيش 9 يجيك 11، فما اللي يكون الصباح ما يجيش الصباح يجي العشية، وهذا كله يأثر على المواعيد وتولي وقتها في فترة ما تولي عندنا اكتظاظ بالنسبة للمسنين اللي عندهم مثلا يجي لهنا للمركز نتاعنا وما ينجمش يطلع يسجل، يكلف يكون من العائلة نتاعو يطلع يسجلوا هنا، واحنا نمشيو له للباركينغ ونسوا نلقحوا له في السيارة نتاعو. المسن يلزموا معاملة خاصة، خاصة إذا كان يجي معناها يتنقل ويقعد يستنى، دونك احنا نحاولوا باش نسيسوه، نحاولوا باش ما يقعدش يستنى برشا. فما معناها حالات خاصة جدا اللي يلزمنا نتعاملوا معاهم، فما زادة اللي ما ينجموش ما عندهمش وصعبات سورتو المرافقين. كما قال المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر إن عدد المسجلين في منظومة إيفاكس الخاصة بالتلقيح ضد وباء كورونا يشهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة، داعيا المواطنين إلى مزيد الإقبال على التسجيل. نسق ماشي ويتحسن، برشا إقبال فما، مع العلم اللي في المنظومة إيفاكس وصلنا فتنا المليون معناتها مسجل. المؤشر الآخر اللي هو اللي خوفنا أكثر هو العدد المقيمين في المستشفيات، زاد كذلك قاعد يسجل في ارتفاع ملحوظ. اش قعدنا تو لازمنا نقبلوا على التسجيل وعلى التلقيح، ان شاء الله بهذه مش نكسروا حلقه العدوى. وقد تجاوز العدد الجملي للاشخاص الذين تلقوا التلقيح المضاد لفيروس كورونا 130 الفا في اليوم 28 من الحمله الوطنيه للتلقيح التي تتواصل بصفه يوميه في المراكز 25 بكامل تراب الجمهوريه.